حبيبتي، الاكتئاب قلت لك اسبابه عديده، يقدر يكونوا مشاكل عائليه، مشاكل صحيه، طلاق، فشل في دراسه، فشل في العمل، مهما كان السبب تاعو الاسباب تتنوع، بصح الحل واحد. انا نشوف باللي الحل تاع اللي انا وحده من الناس، هذه انفوس نرفد بها. انا نشوف الحل اللي انا خرج عليا واللي حيخرج على معظم الناس، تغيري جو، تخرجي من لا زون دو كونفور اللي راكي عايشه فيها، تبدلي الناس اللي راكي اونطوري بهم، بدلي لاكواف تاع شعرك، بدلي ستايل تاعك، اوكيبي روحك بخدمه جديده، ديري هوايات جدد، بدلي كاع حياتك، بداي اون نوفيل باج، تخرجي من الاكتئاب، خرجي برك بالحلقه المغلقه اللي راكي فيها، راح تبدل حياتك. حاولي في قدر المستطاع انك توكيبي روحك باي حاجه.